دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني بتصل يوم بعد الآخر لجميع فئات المجتمع المصري، لكل شبر على أرض مصر. المواطن المصري مؤمن بقيمة الحوار وأهميته من أجل بناء الجمهورية الجديدة. الحوار قائم على مؤسسات علمية أكاديمية، قائمة على خبرات متنوعة، لفريق متمكن من الخبراء في الحوار الوطني، سواء المسؤولين عن الملفات المتعددة أو الأمانة العامة للحوار الوطني. احنا واثقين في دعوة السيد الرئيس وضمانته لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.